2016 أطلقت شركة بايت دانس الصينية تطبيق تيك توك اللي أصبح في وقت قليل من أشهر شبكات التواصل الاجتماعي. والنهاردة وبعد مرور 6 سنين بس على إطلاق تيك توك وصل عدد مستخدمي النشطين لمليار و700 مليون مستخدم أغلبهم أطفال ومراهقين. تيك توك هو أكثر التطبيقات تحميلاً في عام 2022، وصل عدد مرات تنزيل التطبيق في 6 سنوات لأكثر من 3 مليار و600 مليون مرة. وبحسب دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن تيك توك، وصل عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في مصر ل 20 مليون مستخدم. ومنذ انطلاق تيك توك ظهرت فيديوهات التحدي والمسابقات، وبدأت التحديات بمسابقات كوميدية لكنها تطورت لكوارث خطيرة. وشفنا كلنا فيديو الطالب أحمد خالد بطل الجودو اللي تعرض لكسر بالعمود الفقري بعد تنفيذه التحدي مع زملائه وتسبب له في شلل رباعي. وقبلها شفنا تحديات كتيرة، منها تحدي الخنق اللي حذرت منه وزارة التربية والتعليم واللي كان هيتسبب في إصابات كتيرة لطلبة المدارس. لذا وجب التوعية. وفي النهاية بنقول لأولادنا ابعدوا عن التحديات الخطيرة عشان تفضلوا دايما منورين حياتنا. زي ما شفنا في التقرير ولسه تحديات التيك توك مستمرة، لسه وقعت بطل الجودو الطالب أحمد خالد متداولة بتفاصيلها الغريبة جدا على مواقع التواصل. أحمد ده أصيب بشلل، شلل كامل خلال تجربة واحد من تحديات التيك توك من كام يوم. حكاية أحمد جرس إنذار جديد لظاهرة عمالة تكبر وتتنامى، خصوصا وإن كل مراهق معاه موبايل في إيده. أحيانا كتير قوي بتكون التكنولوجيا أداة تدمير وقنابل موقوتة، والدليل إن تحديات التيك توك بقت سبب من أسباب الكوارث اللي بنشوفها. في فقرتنا دي هنفتح تاني الكلام عن ملف تحديات التيك توك واللي بيجذب الشباب فيها على خطورتها، إزاي ننبه أبنائنا، إزاي نوعيهم، والأهم إزاي كأباء نراقب وسائل التكنولوجيا اللي بقت أقرب لأولادنا من حبل الوريد. بنرحب طبعا بضيوفنا المهندس مصطفى أبو جمر خبير أمن المعلومات، الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، وكمان معانا مدام سمر شكري اللي كان ليها تجربة ناجحة جدا مع أولادها وهم في سن المراهقة في مسألة التعامل مع التكنولوجيا. نرحب بكم. أهلا بكم منورينا خطوة عزيزة. أنا هبتدي بس من عند يعني دكتور إيهاب، الولاد المراهقين لما يدخلوا اصل التيك توك احنا مش هنقدر يعني احنا على مستوى الافراد مش هنقدر نمنع ولادنا، بس لازم نتحكم في الدوافع النفسيه اللي بتخلي المراهق او المراهقه بيروح بيدور على فيديوهات معينه فتبتدي تاخده في سكه اما تحديات او انحراف سلوكي او مثلا انحراف فكري او اي مكان شكل الانحراف اللي احنا خايفين منه او محتوى هابط او بيتعرض لحياه شخصيه او دقيقه لاشخاص اخرين. فهنا انا بقفل المحبس من عند المراهق نفسه اللي هو الدافع النفسي، فانا بظبطه نفسيا عشان لما يروح. وطبعا كلنا عارفين ان السوشيال ميديا يعني بالذكاء الاصطناعي بتعرف خلاص من اول كام فيديو اهتمامات المراهق، فتبتدي تعرض له نفس نوعيه الفيديوهات اللي هو بيدور عليها بشكل مستمر، فبتطور الفكره اكتر. ازاي نتحكم في الدوافع النفسيه عشان يخليهم يروحوا المحتوى مفيد، يعني ياخدوا الجانب الايجابي من السوشيال ميديا. حلو يا استاذ ايمن. هو عايز اقول الاول طبعا حزين جدا على حصل الطفل يعني، والكوادروبليجيا او الشلل الرباعي اللي حصل ده. ربنا عايزين نوجه برضو كلمه للاباء والاولاد نقول لهم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يعني ربنا يا اولاد الجسم بتاعكم ده امانه بجهازه العصبي بكل تكويناته، وفي نفس الوقت يعني طبيعه تكوين المراهق برضو لازم نكون احنا فاهمينها فعلا علشان احنا عارفين ان في طبعهم الاندفاع والتحدي وما يسمى ساعات بالابتزاز العاطفي، ان احنا ممكن نتحدى بعضينا فمن غير تفكير نقوم نرفلكس على طول نعمل الحاجه دي علشان اثبت ان انا قدها وقدود. في حاجه اسمها استاذ ايمان الابسترز برين واللوسترز برين، اللي هو المخ اللي فوق واللي تحت. اللي تحت ده حسبوا العلماء قالوا من اول ساق المخ لحد نهايه الحبل الشوكي ده مخ برضه، بس ده مخ ما بيفكرش، ده مخ على طول ريفلكسي انعكاسي. يعني لو زي ما بيقول لما حطيت ايدي كده على النار رحت على طول اوتوماتيك من غير ما افكر. فساعات الحقيقه الاطفال الصغيرين المراهقين عشان لسه ما تمش ما يسمى بتربيه الابسترز برين او القشره المخيه اللي فوق لا اتغذت كويس، لسه هي ديفلوبنج، لسه بتنمو، لسه بتنضج،
فبالتالي الاعتماد الاكبر على اللور ستيرز برين او الداون ستيرز اللي هو المخ اللي تحت، فعلى طول بيرفلكس مفيش تفكير، ما بيقدرش حاجه، يلا نعمل كذا يلا كذا اوتوماتيك زي ما حضرتك بتقولي بقى يعني سواء بقى يعني ارمي نفسك في البحر سواء اسمها الا ما رحم ربي. يعني هي الفكره تختلف بقى في حته البرمجه بتاعه الاباء لاولادهم في هذه في هذا الجهاز العصبي كما قاسته، هنقول بقى عشان بس ازاي قاسوا الموجات اللي هي يعني احنا بنركب كاب كده معينه ونقيس نلاقي الاطفال لما هم بيتفرجوا على الفيديوهات دي كمان بعض الموجات بتبقى اسرع من في الوقت العادي. فبالتالي بناء على كده لازم نكون احنا يعني متوقعين وننبه على اولادنا ان هم يا حبايبي مش زرار تدوس عليه تقوم انت اوتوماتيك يقول لك اعمل كذا تقوم انت عامل. طب ده طبعا دور الام، ومعانا ام جميله يعني سمر، عندك ولدين؟ عندي ولدين 13 سنه و11 سنه. اسميهم ايه؟ يوسف وباسم. ربنا يخليهم لك. انت ازاي اتحكمتي وبتدي لهم الموبايل مثلا في وقت معين من الاسبوع، ولا بتنظمي الحكايه ازاي؟ انا يعني ما بسيبش الموبايل كده 24 ساعه او يدخلوا يناموا، ممكن في ولاد بيفتحوا بالليل وهم نايمين. لا انا محدده اوقات معينه ان احنا في الويك اند بناخد مثلا ساعه ساعتين ثلاثه، وبقيه الاسبوع لا مفيش. كمان بتحكم في الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، بتفرج معاهم يعني منزله وبشوف هما بيشوفوا ايه، على اساس ان انا اشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي هما هيعملوه بعد كده او هيتكلموا فيه مع زمايلهم، لان كل الترندات اللي بتبقى على التيك توك زمايلهم فعلا بيعملوها في المدرسه. ايوه بس انا لازم اتكلم معاهم اقول لهم ان ده غلط، لازم اتحاور معاهم، مش انا اقول له لا ما تعملش كده وده غلط، لا ما مش هيسمع كلامي يعني 13 سنه مراهق ما شاء الله واطول مني فمش هيسمع كلامي. الفكره اللي انا لازم اتكلم معاه ده غلط مثلا، لو حاجه ليها علاقه بالدين هقول له مثلا ده حرام زي كتم الانفاس اللي احنا كده بنضر نفسنا، بنفضل نتحاور لحد ما يقتنع عشان هو لما يروح يلاقي زميله ما يعملش معاه او يقول له كده غلط. فاحنا لازم يبقى في حوار متبادل ما بيننا، ما ينفعش اللي احنا نسيب الحاجه كده او نسيب لهم حتى الموبايل نقول ان هم مثلا على سبيل الترفيه، لا للاسف الموبايلات قنبله موقوته مع الولاد. صحيح. يقدروا يوصلوا لكل حاجه. احنا حابين طبعا نقول ان احنا الفقره دي لايف موجوده على الفيسبوك، فياريت تعليقاتكم مهمه جدا، هنقرا التعليقات، التفاعل مهم جدا، وانتوا اساس الفقره معانا، فياريت تبعتوا لنا وتقولوا لكم تجاربكم ازاي بتحموا ولادكم، لو حد عنده مشاكل بيقابلها، موضوع التيك توك ده بقى مشكله زي ما قلنا قنبله موقوته، فياريت تشاركونا بتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. عايزه اروح لحضرتك مهندس مصطفى، وحابه اعرف ليه رغم ان احنا كلنا عارفين الخطوره او الاطفال او الشباب عارفين الخطوره اللي بتحصل من مواضيع التحديات دي، ليه لسه في اقبال شديد عليها وليه بيعملوا كده؟ اولا انا عايز اوسع شويه الدايره، لان هي موضوع التحديات ده جزء قليل جدا من الضرر اللي بينتج عن السوشيال ميديا ككل وليس التيك توك. يعني احنا مش عايزين بس ان احنا نكونفاين المشكله ان هي على بالظبط الاجهزه ديت او البرمجيات ديت بتشتغل بخوارزميه. الخوارزميه اللذيذ في التيك توك ان هو اول مره في التاريخ يطلع منصه بره امريكا، يعني فيسبوك انستجرام واتساب كل دول امريكاني. اول مره دوله غير امريكا تعمل منصه اللي هي الصين تعمل منصه وتفوز على العالم. يعني النهارده احنا في تو فايرال كده. لا هو كمان انتشر في وقت سريع قوي، يعني هو وصل لنص اليوتيوب يوزرز في سنتين. فالمشكله الاساسيه ان الخوارزميه لنص اليوتيوب يوزرز وصلها في سنتين بس، هو ظاهره غير طبيعيه التيك توك. خلينا برضك احنا ضروري نعرف إن الصين متطوره جدا في الذكاء الاصطناعي اذا ما قورنت حتى بامريكا. يعني الصين فهي عامله خوارزميه ذكيه جدا على فكره، والخوارزميه اللي بتستعملها في الصين غير اللي العالم كله بيستعملها. يعني انت لو رحت استعملت التيك توك في الصين هتلاقي كل الفيديوهات اللي بتطلع لك عن ناس نبهاء وعن شباب عمل اختراعات انجازات الصين انجازات جميله والفضاء وحاجات كلها مفيده، على عكس تماما اللي احنا شايفينه في كل انحاء العالم بما فيها حتى امريكا. امريكا بتعاني، يعني احنا ممكن نتجاوز حته الصراع الامريكي الصيني في التكنولوجيا، لكن امريكا ذات نفسها بتعاني ان التيك توك بدا يبقى له اضرار نفسيه طبعا عاليه. ليه بقى؟ لان انا هو المسؤوليه ثلاثه، مسؤوليه الابهات ومسؤوليه
الشخص ذات نفسه ومسؤولية البلاتفورم سواء كانت فيسبوك أو إنستجرام أو أو الابليكيشن المنصة عملت اللي عليها. يعني ايه؟ يعني المنصة عملت شوية وظائف يقدر ولي الأمر إنه هو يوقف حاجات كتيرة قوي. ممكن إنه هو يوقف الحاجات الوحشة، ممكن إنه هو يمنع الكومنتينج يعني محدش يقدر يكتب له تعريف. أنا إزاي بقى أعمل ده؟ هتخش على سيتينجز في أي ابليكيشن، خش على سيتينجز هتكتبي هتختاري الاختيارات انك توقفي تعملي تايمينج. يعني على فكره هو كمان مش ضر للشباب بس، هو ضر حتى للكبار. الاسره بتتحط الاسره كلها النهارده. يعني عايز اقول لك ان في اجداد جد وجده قاعدين على تيك توك لان هو عامل زي اللب، هو ادمان. وبعدين انت بتلحقيش، هو لا اما 15 ثانيه لابطو 60 ثانيه، فهو سريع 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 زي الانستغرام. والخوارزميه بتاعته ذكيه جدا، يعني هي مش بس بتعرف انت النمط حياة بتاعك ايه فبالتالي اطلع لك المنتج اللي مناسب ليكي، لا ده انا بعرف المود بتاعك من حركتك ولفك وبتقفي هنا ولا بتكملي. هعرف دلوقتي انت عايزه تتفرجي على شيخ شعراوي ولا دلوقتي عايزه تتفرجي على تشالنجز ولا طبيخ ولا 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 وتجيبهولك. فالدور النهارده بتاع اولياء الامور اولا هنقسمه ما بين سن من 6 ل 9، ده ضروري اعمل السيتنجز ديت، وضروري كمان انزل تطبيق اخر انا كولي امر عندي. في تطبيقات كتيره اشهرهم فامي سيف. فامي سيف دوت بيقول لك ولادك بيتفرجوا على ايه، فتبقى انت قافله المنصات وفي نفس الوقت مطمنه، لان ده سن خطير جدا طبعا. سن خطير جدا ان انا اعرضهم للمجال المفتوح. أيوة. طيب انا عايزه اروح لدكتور ايهاب مره ثانيه وهنرجع برضو نشرح للاهل ازاي ان هم مش يتحكموا بس يعني يسيطروا، يعني يحطوا حدود او يحطوا خطوط عريضه. من 6 ل 9 بيتحكموا، من 9 لما بعد بيتناقشوا. حوار. هو ده بالظبط الفكره دكتور ايهاب. دلوقتي الولاد ولحد ما نوصل للجد والجده زي ما باشمهندس قال، هو التيك توك خلينا باعتبار ان هو ده مسار كلامنا النهارده، بيسحب البني ادم، بيسرقه من نفسه، بيسرقه من اللي حواليه، بيسرقه من المجتمع، بيخطفه هو خطفه ومتوجه بقى للمنصه دي. طب عشان اجي امنع انا او اقنن او احدد، ما هو انا لازم اوجد البديل، والا ان المراهق هيحس ان انا عزلته عن المجتمع اللي هو غرقان فيه، لو مجتمع افتراضي اصلا وما اديتلوش بديل. فهنا ايه البديل اللي ممكن احفزه بيه او انه ممكن يروح له وهو مطمن من غير ما يحصل جدل او ازمه نفسيه؟ في نقطه يا استاذه ايمان ردا على ده طبعا، بس عايز اخد حته من الباشمهندس مصطفى، انه ما يميز التيك توك عن بقيه فيديوهات اليوتيوب انها شورت فيديوز، هي شورت فيديوز، وده مناسب للعصر ومناسب للاتنشن سبان او فتره تركيز الاطفال. زمان الاطفال كانوا يقدروا انهم يتفرجوا على فيلم، يقدروا يتابعوا درسهم. مع متابعه التيك توك كتير بدات العيال تمل من الدروس وتمل من الافلام، حتى الافلام الطويله ما بقاش حد يتفرج على افلام طويله دلوقتي. هو التيك توك فيديو واقلب فيديو واقلب، وفعلا زي ما حضرتك قلت بيسحبك من يعني من كل الحاجات اللي انت فيها، وتمل حتى من كلام التيتشر بتاعك. التيتشر نفسه بيحس ان انت مشتت، ما انتش يعني نواتج ما حصل من التيك توك انه دلوقتي الاتنشن سبان صغرت، يعني فتره التركيز بقى اللي هي تقدر عاده معلومه في كبسوله كده. هو الانسان عشان الاطفال عشان يركزوا عدد سنوات عمرهم زائد واحد بالدقيقه يساوي فتره التركيز. يعني مثلا عندي 5 سنين يبقى المفروض اركز 6 دقائق، لو كانت الحاجه ممتعة. لو كانت مملة بعد ال6 دقايق دول أنا هفصل خلاص، لكن لو ممتعة هستمر. فده ماتشنج جدا مع سايز بتاع الاتنشن سبان. زي ما حضرتك قلت مثلا دقيقة دقيقتين بتاع، تبص لي خلاص كافي جدا واخش على الكبسولة اللي بعديها. وكمان لاحظ حاجة، إنه هو يعني الأطفال هم مركزين بقى في التيك توك اللي فيه الحدث أو التحدي أو واتيفر ده، المخ يعني في اشعاعات عندنا لو حضرتك بتشوفي بعض الاوراق بتبين بنسميه الريد برين او الجرين برين، المخ الاحمر اللي هو بيسموه برين اون فاير. المخ هنا بعض الويفز اللي انا قلت عليها الدلتا ثيتا ريشيو ده بيبقى مرتفع جدا، فالولد بيسحب من مخزون التركيز بتاع كل حاجه ويركز فيه. لما يجي يركز بعد كده في اي حاجه، شوفي النهارده العيال اللي ما بتركزش ولا، وممكن يمشي وما يردش عليكي وانت يتهيالك ان هو مش بيحترمك، لا هو فصل، هو فصل ما قدرش الاتنشن سبان بتاعته صغر. زي ما قال المهندس مصطفى، الاب والام وكله مشتت وكله مشتت. طب في هنا على الصفحه يا مها حسين العيسى بيقول، هل الدوله متمثله في وزاره الاتصالات ممكن تمنع التيك توك كبروجرام او برنامج او ولا انت مش مع المنع ان احنا نعمل بقى نستبدل بحاجه حلوه؟
لا انا مش مع المنع اصلا. هنمنع كل حاجه حوالينا، هنمنع السوشيال ميديا، هنمنعها كلها، لكن انا مع التقنين ان احنا في هم في سن حرج، فلازم ان احنا نقنن ده. زي ما الدكتور قال في فعلا البرنامج ده انا كنت بستخدمه والولاد صغيرين اللي هو فاميلي سيف. الله، ده انت عندك من بدري المعلومه. ده بيحدد وقت معين، وفي نفس الوقت تقدري تعرفي شافوا ايه. ما يقدرش ينزل اي تطبيق او جيمز او اي حاجه الا لما انا احط الباسورد بتاعي. فده كان كويس جدا، لكن حاليا دلوقتي طبعا الموضوع صعب شويه، يعني الولاد كبروا. المحتوى هو اهم حاجه. طبعا. وفي كمان واحده البرنامج زي التيك توك، ممكن واحنا لسه بنعمل ساين ان نقدر نحدد السن، فبيعرض لنا بما يتناسب مع السن. يعني بنعمله مثلا 10 سنين، فبيعرض لنا حاجات اللي هي بتاعه السن ده، اللي هي الحاجات الحركيه والرياضات والانيمالز والحاجات دي كلها. كل ما بنعلى من السن كل ما المحتوى بينفتح اكتر. ام واعيه مصحصحه يعني. ممتازه. طيب مهندس مصطفى، برضو عايزه، حضرتك قلت حاجه، قلت في ابلكيشن او اسمها فامي سيف. دي اللي انا اقدر اعرف ولادي بيشوفوا ايه او بيعملوا ايه او ايه نوعيه الحاجات اللي بيدخلوا عليها. طيب في اهالي كتير جدا وانا منهم بيحاولوا يعملوا ده، بلاقي هم تجاوزوا الموضوع ده، يعرفوا يتصرفوا، يدخلوا على ابلكيشن تاني. يعني حتى لو ربطت الموبايل بتاعهم بجيميل عندي او لازم انا اعمل ابروف او كده، هم بيعرفوا برضو. تلاقي حاجات نزلت جديده زي مثلا بيريل، وزي يعني في مليون، يعني انت مش بتبقى عارف تقفل ايه ولا تعمل ايه. هم بيتجاوزوا ده، يعني هم شطارتهم ونبهتهم بيتجاوزوا ده. نعمل ايه؟ هرد على حضرتك. اولا انا ضروري افرق ما بين لغايه 9 سنين وما بعد 9 سنين. المراهقين، لو انا بسال عايز المراهقين. المراهق انت مش هتقدري تحكميه بالعصا، ولكن تقدري ان انت تقنعيه. ولكن انت اللي بتكلمي عنه دلوقتي هي دي الفجوه الرقميه ما بين الاهالي والشباب. أيوة. الفجوة الرقمية دي خطيرة جدا. زي ما أنا كأم وكأب عارف أربي ولادي وخليهم يبقوا شاطرين، يطلعوا ينزلوا ويمشوا في الشارع بدون ما حد يسرقهم ولا بدون حد يخطفهم، ضروري كمان يكون عندي الدراية أو أستعين بصديق إن أنا يكون عندي الدراية بالذات في السن الصغير دوت، إن أنا أعمل كنترول. لأن أنا المنع هيروح عند صاحبه يتفرج عليه. بالظبط. فأنا ضروري إن أنا يكون عندي الخبرة الفنية عشان أتجاوز مرحلة الفجوة الرقمية دي خطيرة جدا. ما بعد ذلك أعملها إزاي؟ أنا هو بسأل حضرتك، أنا شخصيا عندي المشكلة دي. بصي، لو دخلتي على اليوتيوب، اليوتيوب دوت بيعلمنا، بنخش نكتب هاو تو كذا كذا كذا، ازاي ممكن احمي اولادي من سوءات التيك توك. بس انا عايز اعلق تعليق هنا خطير قوي. احنا عمالين بنخبط في التيك توك وبنخبط في الفيسبوك وبنخبط في الحاجات ديت، ومخبط في الشباب ذات نفسهم، وهم الحقيقه هم غلابة. صح، لا هم صح. هقول لك ليه. احنا كمخنا، او لو بدينا كمان مخ في العصر الزراعي، كان الانسانيه بتقدر تستوعب 3000 فكره في اليوم بس. لما دخلنا للحضاره الصناعيه اللي هو احنا، بقى مخنا بيقدر يستوعب 25 ل 30 الف فكره في اليوم. الجينيريشن زي اللي هم ما قبل الالفيه، مخهم بيستوعب 100 الف فكره في اليوم. وهو بيقدر يتكلم معاكي ويتكلم مع اخته وبيتشات مع ثلاثه، ومخه مستوعب كل دول وبيأديهم بكفاءة. يعني لا نشعر بالإهانة ان هو ما بيبصليش بعينيه ان انا بتكلمه كده، لا هو سامعني كويس قوي. الحاجة التانية ان التيك توك دوت هو بيعمل اخراج للشاب، فبالتالي انا ممكن اشوف فيه فنانين، اشوف فيه اختراعات، اشوف فيه افكار بيزنس جيدة جدا. يعني هو عمل بلاتفورم بقى متاح، وهو بالذات عندنا في مصر التطبيق دوت الوضع خاص شوية، انه اخترق الريف. احنا مفيش تطبيق اخترق الريف المصري زي التيك توك. النهاردة انت بتشوفي ريفية قاعدة بتطبخ وبتقلي بطاطس وفتحة التيك توك وبتجيب بوينتس والدنيا ماشية معاها زي الفل. فانا النهاردة انا عندي حاجتين، انا عندي مشكلة اجتماعية واخدة كل اعماق البلد، وعندي مشكلة كمان خاصة مع المراهقين. التحديات يا ما تحديات جت وحصلت على منصات تانية. يعني انا عندي في منصات اخطر بكتير من زي الحوت الازرق والحاجات ديت، كانت اخطر بكتير واضرارها جامده. فانا مش عايز اظلم التيك توك. اولا لان التيك توك علشان على فكره هو البلاتفورم الوحيد اللي فتح في مصر، اللي عنده مكتب ممكن اروح ارفع عليه قضيه.
فيسبوك انستجرام واتساب تويتر دول مش موجودين يعني دول لو ضربوني برصاص ما اقدرش مش عارف اعمل مش عارف انا بس عايزه اروح للدكتور ايهاب برضو في هناء عزيز بعتها بتقول انا عندي حضانه من اكتر من 10 سنين وبتقول طفل الثلاث واربع سنين من سبع سنين افضل بكتير في التفاعل والتركيز عن كل سنه بعد كده مستوى تركيز وحركه وانتباه الاطفال في انحدار متواصل دي ملاحظاتي على الاطفال مشاكل الموبايل وتاثيره على الاطفال في غايه الخطوره في المرحله السنيه تاخر النطق ضعف الانتباه والتركيز التشتت وفرط الحركه ضعف او انعدام التواصل الاجتماعي بدايات او سمات توحد وغيرها من المخاطر ودي من خلال ملاحظاتها وبتتكلم كمان انس اعتقد ان نطق الاسم صح بتقول ان الام وهي بترضع ابنها او بنتها بتبقى قاعده عماله بتتفرج على التيك توك بدل ما يبقى في تواصل ما بينها وبين الرضيع ده لان هو ده اللي بيخلق العلاقه ما بين الام والطفل خليني استاذ ايمان اخد من الحته الاخيره اللي حضرتك بتقول عليها وضع الرضاعه خلينا في المرحله دي مرحله الانفانسي او الرضاعه أيوة. الام اللي ما بقتش موجوده كتير قوي الرضاعه اللي هي كانت الوضع الحميمي ده اللي بتاخد السكين تو سكين او لزقه الجلد بتاع الطفل على الام وودنه على قلبها وسامع صوتها وفعلا اي تو اي كونتاكت باصه في عينه بتكلمه وبتلعب معاه عمليه الكونتاكت الرهيبه دي دلوقتي بدات تتلاشى استبدل البريست بالازازه والام فعلا ماسكه البتاع وقاعده بتخلص هي بتخلص حاجه بتعملها والطفل ممكن تعمل له كده علشان ايه تخلص التيك توك اللي موجود او ولاحظ طبعا والام هي قاعده بترضع انه انفعالاتها متاثره كمان بالتيك توك مش بس كده كمان الهرمونز بتاعتها اللي عليها دخل بافراز اللبن يعني الدوبامين احنا عارفينه برده في تصحيح لان دايما بيحصل خطا عند ناس كتير جدا ان الدوبامين هرمون السعاده ولا مش هرمون السعاده هرمون السعاده هو السيروتونين الدوبامين بيسموه ذا بي جود او ام جود هرمون يعني انا كويس حلو وبيخليك تركز وحاجات كده يعني مهتم جدا بالتركيز هو مسؤول عن المتعه يمكن السيروتونين عن السعاده السعاده الاعلى بالظبط بالظبط الحاجات دي او الهرمونز دي بيحصل لها حاجه سام سورت اوف هيت يعني بتبص لها وهي بترضع وهي بترضع وبتبص على الموقف التحدي الفظيع حصل حاجه اسمها دوبامين شوت او دوبامين هيت ارتفع ارتفاعا فظيعا فأثر على ضربات قلبها وأثر على تركيبة اللبن اللي نزل الطفل وبالتالي هنا الانفنت بهذا الوضع المتغير كل شوية إذا كانت بريست فيدنج أو كانت طبعا بوتل فيدنج الأطفال دي مش زي ما حضرتك كنت بتقول مش زي أطفال زمان يعني الطفل مش مستقر نفسي في دراسات أثبتت أنه بعد شوية دول ما بيبقوا مش هقول أدلت تين ايجرز أو في سن المراهقة لا هم مش أسوياء جدا هم دايما عندهم نقص التركيز قلق مستمر توتر مستمر انه ما حصلش اندفاع. نمو طبيعي في المشاعر والعواطف بالزبط. ما بينه وبين الام اللي هي دي اللي بتدعم نفسيته او بتعزز نفسيته بالظبط ممكن عندنا لسه اسئله كتير عندنا اسئله كتير وعايزه برضو اسال حضرتك حاجه اني مفيش اهل ما بينبهوش مفيش اهل مش بيراقبوا لكن برضو تحديات السوشيال ميديا اقوى هنروح بقى لفاصل سريع ونرجع نكمل الفقرة المهمة دي وعايزينكم تتجاوبوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك لان احنا لايف وهنروح الفصل السريع ونرجع نكمل فقرتنا استنوا ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرتنا المهمة جدا وتحديات وكوارث التيك توك برحب بضيوفي مرة تانية أهلا وسهلا بيكم وعايز أرجع لسمر أنت برضو كأم عملتي حاجات كتير علشان دي مرحلة يعني سن فعلا صعب زي سن حرج الدكتور ومهندس بيقولوا 11 سنة و 13 سنة بتعاملي إزاي أكيد أنت بيبقى في شوية مقاومة منهم لما تيجي تاخدي منهم الموبايل وكده بتعاملي إزاي بتعملي ده إزاي عشان ستات يقلدوكي بعمل ده إزاي اللي أنا بفهمهم اللي أنا بعمل ده ليه لان فعلا الكتر الموبايلات او التابات او الحاجات دي بتاثر على التركيز وده انا فعلا يعني مريت بيه لما سبت الموضوع حتى في الاجازه فاجازه ما فيش دراسه سبت الموضوع شويه لقيته اثر على تركيزهم واثر على استيعابهم وعلى التواصل ممكن فعلا زي ما الدكتور قال بناتي عليه ما بيبصليش اجي ازعق انت ما بتبصش انت ما يقول لي انا ما سمعتش اصلا هو مش معايا هو مركز وكل وجدانه مع الجهاز اللي قدامه عملتي ايه في المقاومه بقى انهم بيرفضوا في المقاومه لا اللي احنا يبقى في مكافئات وفي تحذيرات اللي احنا لا لازم نعمل كده عشان نحافظ على عقلنا وبوفر بدائل زي ما الدكتور قال
زي ان احنا إيه؟ ان احنا نلعب لعبه، نروح النادي، نحفظ قران، يعني احاول اشغل وقتهم بحاجات كتير. دوري على محتوى تاني غير اللي هم اشغل وقتهم، لان هم وقتهم طول اليوم طويل. طب انا هعمل ايه؟ انا زهقان. ده حلو قوي الاستاذ سمر قالته، وده نفس السؤال يمكن احنا ما لحقناش نجاوب عليه. دكتور ايهاب فاكر كنت بقول طيب انا عشان امنع هنا او اقلل او اقنن او احجم، ما انا لازم اوجد له بديل لذيذ بالظبط، يعني هو يقبل عليه مش بديل عافيه. يعني هو ده التحدي حضرتك، يعني ايه هي البدائل اللي ممكن تكون انت نظرك؟ انت يعني دلوقتي التكنولوجي بالوانها باصواتها بقت حاجه صعبه جدا. فاذا كنتش انت لسه كنت بقول لحضرتك في الفاصل، اذا كنتش افريند بدايه، وفي كلمه قالتها مدام سمر انا خدت بالي ما حدش خد باله منها، اسمها وجدانه مع البتاع. احنا يعني عندنا ثلاث حاجات، الوجدان والمعلومه والسكيل المهاره. ف وانت بتنقل ابنك من الحاجه المسطحه دي الى حاجه تانية، وبخد بال حضرتك احنا داخلين بعد كده على الميتافيرس، انيل واضل سبيلا. انيل واضل سبيلا يعني سوري هنعمل فيها ايه دي بقى؟ خلاص انت غرقت جوه الحاجه. غمر في الانترنت نفسها. انت عايز عشان تحارب البديل ده يكون عندك الثلاثه، معلومه حلوه، سكيل كويسه، ووجدان جميل. الوجدان الجميل ده ان انا لازم اكتسب يعني صداقتي، يعني جداً. الناس اللي مستنيين زي ما كانت سمر بتقول في الفصل، اللي هو مستنيين لما بقى مراهق وهنبدا تعالى نعمل صداقه مين خلاص. فانت لازم يعني نصيحه لكل البيرنتس من البدايات لازم تكونوا اصدقاء لاصحاب. والنهارده مراهق النهارده هو مراهق من سن 8 و7 سنين، مش اللي انا كنت لسه واعرف ايه وانا عندي 20 سنه بدات اعرف حاجات عجيبه جدا. فدي نمره واحد، الثقه، تو جين ذا تراست. النقطه الثانيه السكيل، يعني انه انا لازم سكيل، يعني سكيل بتاعتي انا كفريند مهارات. يعني انت لازم تكوني مش قديمه. لو كلامك قديم وبص يا ابني ما ينفعش كذا، ونظريه المؤامره ده عايزين يدمروها، فكروني بالخطاب الديني القديم بقى. دي مهمه اللغه اللي بيؤدي لنتائج عكسيه احيانا. انت قديم قوي في قلب، تلاقي نفسها زمايلها قدما، يعني اما بابا فده في المتحف المصري. يعني حاجه بيتكلم في حاجه بيقعد يسمعه، او زي ما حضرتك بتقولي ما بيسمعوش اصلا، ما بيسمعوش، وبص يقول له انت بتقول ايه، انت بتقول ايه. فطبعا دي مأساة، ده فشل، فشل تربوي، افلاس تربوي. النقطه الثالثه بقى، يعني واتيفر المعلومه، قول اللي انت عايزه. هي بقى هنا نقطه البديل بقى، اللي هو ايه البديل ده؟ ان احنا هسال سؤال غير، انا عامل قائمه عندي في العياده للبدائل، العاب، سباحه، زي ما حضرتك بتقولي نخرج نعمل، ماشي دي بدائل. بس في نقطه مهمه برضو جدا، السؤال بقى في البدائل دي، انا ممكن احطك تلعب في بازل، ممكن اخليك تلعب مع اصحابك، العب مع اخواتك، واجيب لكم اللعبه. انت فين؟ انت هتنزل تلعب؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك بابا سيب لي فيسبوك، انت بتقول لي سيب الموبايل، حاضر هسيبه. تقدر انت تلعب معايا؟ انا مش عايز ابقى العب طول الليل، انا الليل واطراف النهار، بس انا عايز منك ساعه وقت في اليوم، 1 اور بير داي، نص ساعه في اليوم ثابته بقى، كواليتي وقت في يوم. صح، دي لازم مهمه جدا. لا تبص بقول لك لا ما اقدرش، ما ينفعش برضو، انا ممكن العب مره، العب طاوله، لكن اقعد كل يوم العب ليه؟ هو ورد قراني يعني؟ ما لا هو ورد قراني، لان انت هتلوز الخيط، هيفصل منك طبعا. الخيط هيفصل منك. مهندس مصطفى، عايزه برضو اسال حضرتك، احنا مهما بنبتدي مثلا ان احنا نوعيهم من المخاطر، او نقول لهم المشاكل، او نقنن الوقت، بندخل في صدام معاهم. طبعا، وهي البدايه غلط اساسا. يعني كلمه حضرتك ان احنا عايزين نوعيهم، لا، ده انا عايزهم هم اللي يوعونا. يعني انا بقول لابني انا في نفسي لما اكبر ابقى زيك. شوف ازاي، انا في نفسي لما اكبر ابقى زيك. لان هو اللي قلنا عنده 100,000 فكره في اليوم. أيوة. انا عندي 30، فهو مخه قدي 3 مرات. فالاعتراف بالحق فضيله، اول لما اعترف تعلمني دخلني معاك، دي في امل ان أيوة. هو يبدا الصدام. ايوه ابدا بقى ازاي، اعمل ايه عشان ما اخشش في الصدام؟ لان انا ما ينفعش اقول ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط وده غلط، لا يعني وتقعد تقرا قران. اللي بيقولها الباشمهندس صح، يعني خش عايزه تكسبيه، ما هو دي الدخله ايه؟ اللي هو ايه انت احسن منها، ايه ده انت بتعمل ازاي، ده انت فظيع. دخله الاعجاب دي لازم يكون في اعجاب، اعجاب والتشجيع هيقوم يجي معاك بقى. نبدا نكمل بقى. نبدا نكمل بعد كده. هو هتعمل ايه؟ هبدا لما هتتبين ليا المسائل، اجي اقول له والله خلي بالك احسن، ده شفت التشالنج دوت موت واحد. صحيح. بس ما تبقاش بقى كل كلامي خلي بالك ما تعملش ما تروحش، لا. دي واحده من 100 واحده. يبقى من كل 100 بيبقى في واحده بس خلي بالك. انا مثلا بقول حاجه مهمه قوي، احنا عندنا ما نملكه هو الوقت. طيب الثمان ساعات انا موافق انك تقعد على الموبايل 8 ساعات، وده حاجه جميله وهيديك. خلي بالك ان انا في حاجه اسمها the fear of being missed out، ان انا عند الشباب دوت ان انا خايف يضيع عليا حاجه، تكون في حاجه حصلت وانا ما خدتش بالي منها. في السن ده الفير اوف بينج ميست اوت ده حدوته وحشه قوي. فاقول له طيب انا مش راح لي الحكايه ديت،
بس دي حلوه، بس خلي بالك ديت بردك ممكن تبقى فيها حته حرمانيه شويه. الدين هنا بقى ساحر، لفتاتك انت بقى ملحوظات. الدين هنا ساحر، راجعها مش عارف دي حلال ولا حرام، بس انت راجعها احسن تكون حرام وتبقى انت مش واخد بالك. ما بفرضش حاجه ده خالص. هو بيجي الواحد يقول لك انا خايف لا يكون فيها حرمانيه. بالظبط، انا ما بفرضش، انا ماليش الحق ان افرض، انا اصبح صوتي استشاري. مش اللي فاكر ان هو ما نبقاش دايركت، ما نبقاش اللي هو بالعكس نحاول ان احنا نروح لهم، يعني طريق اللغه نفسها اطلع لهم. صحيح. مش بنزلهم ليا، اطلع لهم، لان انا عايز ارجع واقول تاني ان التكنولوجيا يعني اللي هيمنع ولاده انه يخش ويستعمل التكنولوجيا. أيوة. العيال هيطلع ابو 30 الف فكره مش ال 100 الف فكره، فهيبقى ضعيف في الجيل بتاعه. لكن انا عايز بس اقصقص الحاجات اللي هي ممكن تودينا في حاجه وحشه. ومن الحاجات الخطيره كمان، ارجع للدكتور ايهاب بعد اذنك مهندس مصطفى، فكره الانفلونسرز والناس اللي بيتابعوهم كتير بالملايين. النهارده ازاي اخلي ولادي يتبعوا انفلونسر مؤثر في الخير؟ ما خلي بالك زي ما مهندس ايهاب كان بيقول، مصطفى كان بيقول، هي حضرتك يعني ده معناه الستيب اللي قبلها مدام منى، انك انت الاول تبدا تفكر في اللي احنا بنتكلمه، يعني في حادثه حبيبي احمد دي اللي حصلت خالد. انه هو ريفلكسلي، هو قالوا له يعني او اي حد اتقال له تقدر تعمل ده ما تقدرش تعمله، التحدي. فهنا مفيش، ما وصلناش حتى اللي بسميه الدور الفيلا العادي اللي هو بتاعه، فراح اوتوماتيك على طول، وبالتالي حصلت الحادثه. فالنقطه هنا انه لابد ان احنا زي ما قلنا نكتسب الصداقه. النقطه الثانيه هيبدا يسمع لي وهيبدا يشغل المخ اللي فوق اللي هو بيفكر في الخير والشر. زي ما حضرتك قلت، مش بحب دور الناصح والمرشد واياك ان تفعل والمنظر كده في الزمن ده بالعقليات دي مش هينفع خالص. ده خطاب ديني او خطاب اسري، هتقفل الباب بينك وبينه على طول. هو اذا كان يا اما استشاري طب وتبينه ان هو الافضل حقيقه، احنا خلاص معترفين دي ما فيهاش كلام. بس انا ما بيعجبنيش سوري، ممكن يبقى داعيه مثلا، ما بيعجبنيش الداعيه ده بيتكلم بطريقه، ما بيعجبنيش الراجل ده خبيث قوي يقول كلمه وهيروح رامي كده في النص كلمه مش عارف. هو ده اللي تقدر تعمله، لكن تقول له ده وحش وده لا خالص، مفيش كلام ده. طب انا عندي سؤال دكتور ايهاب دلوقتي. الاستخدام العادل او الطبيعي للسوشيال ميديا، طبيعي احنا كلنا بنستخدم السوشيال ميديا واحنا قاعدين مع حضرتك، واحنا قلنا ان احنا لايف على السوشيال ميديا والناس بتتابعنا فبنتواصل مع الناس من خلالها. لكن في ناس دخلت في منطقه ادمان حقيقي. ما هو الادمان لما نيجي نرجع شويه للمواد المخدره اللي كان بنخاف على شبابنا منها، نتيجه انه رافض الواقع اللي هو عايش فيه، ما عندوش قدره ولا امكانيه ولا رغبه في تغييره. صحيح. وبالتالي قرر ان هو يسيبه ويروح لعالم خيال او يعيش في الحلم اثناء فتره تعطيل المخدرات. ده كمان هنا انا بشوف انه في شكل من اشكال الادمان. ازاي ان احنا، واعتقد نفس الدوافع ونفس الاسباب. طب ازاي ان احنا نحاول نتعامل مع ده؟ بص حضرتك، هو يعني بمناسبه الابلكيشنز انا عايز اعرف فعلا بقى الرد، لان فعلا يعني على فكره حاجه مهمه قوي اللي ايمان قالتها. انا اسفه ان انا قلت كده بس طلعت مني فعلا، ان ما فيش امكانيه وهو فعلا عايز يروح للعالم ده وواقع تاني. يعني ولذلك حاجه غريبه جدا في الطب السلوكي والنفسي، انه الميتافيرس لبعض الناس كان علاجا بعض الحالات الفصام والديبريشن الفظيع، وجد او الانعزال وعدم القدره على مواجهه المجتمع، كان الفرصه بتاعته انه يقابل افاتارز ويخش يتكلم معاهم هو في السيف في الامان. فطبعا هنا كان مهربا رهيبا بالنسبه لهؤلاء. هو مهرب بعض بس مش علاج شخصي. مش علاج هو، لا بس علاج لبعض المرضى يعني لاوضاع معينه هتبان قدام شويه. طيب لكن بس. عموما زي ما حضرتك قلت ايمان، انه الاطفال كميه الدبريشن وكميه الاحباط وكميه الاحساس بان ماما مش معايا في اللي انا بتكلم فيه ولا بابا بيمكنني ولا وفي حاجات كمان بيلاقوها على السوشيال ميديا. انا بحس ان هي فعلا بتعملهم احباط، ان انا مش هبقى ناجح كده، مش هبقى حلوه زي دي، مش هعيش عيشه فلان. انستغرام بالذات في الحته دي التطلعات العاليه بقى وسقف التطلعات العاليه. يعني في دراسات على الانستغرام تحديدا ودراسات على التيك توك تحديدا طبيه، ومبينه انه حتى المحتوى الاكتئابي ده بيشربه الطفل ويبدا ان هو يمشي بيه. حقيقي يعني. فالفكره انه الطفل اللي هو في بيته في مشكله اسريه او في تركيبه اسريه مش حلوه، في خلاف مستمر،
فعلا او تنبيهات مستمره او اكاديميكس مطلوبه منه واجباته هوم وركس طول النهار، فماما خلاص انا بقاش ماما يبقى هوم ورك، فبروح مستخبي منها. ايه اللي ههرب واروح فيه؟ اخش انط جوه الشاشه دي. الشاشه دي بقى هي المهرب، هي الفن، هي ما خلاص ماما مش فاهمه، ماما من كتر الضغط اللي هي فيها والضغط الاكاديمي والطلبات المتزايده والبيرنتس بقوا عصبيين لان هم عايزين يجيبوا فلوس وما عندهمش وقت، فاعمل كذا سوي كذا خلاص بقى الموضوع مختصر. فانتهى ان الطفل خلاص اكتئب وانزوى جوه هذا الجهاز. فبدل ما بساعده ان هو يحاول يغير الواقع بتاعه اذا كان رفضه، فبيبقى عنده اعاقه نفسيه، ما بيبقاش عنده اراده بالزبط. وبيستسلم تماما ويروح لهذا العالم الافتراضي لو مش موجود اصلا على ارض الواقع. انا عايز اعترض، ارجوك اعترض. الواقع الافتراضي هو واقع حقيقي وليس واقع خيالي او حلم او ضار، لا ده اصبح واقع حقيقي وربما اهم من الواقع الفيزيقي. بمعنى ان الواقع الفيزيقي هو متغير، انا ما اقدرش ارجع لامبارح، ما اقدرش ارجع اسبوعين ورا اعيشهم، لكن على التكنولوجيا سمحت بكده. فانا ما اقدرش النهارده اقول ان الواقع الافتراضي ده واقع الحقيقي، لا، شخصيتك اللي موجوده على الواقع الافتراضي اصبحت اهم من شخصيتك الحقيقيه اللي انت موجود بيها، لان الناس بتشوفك والمجتمع والشغل والوظائف والاعمال كلها بتشوفك من خلال القنوات الرقميه. الصوره اللي انت عايز الناس تشوفك عليها بالظبط، وسواء الصوره اللي انت عايز الناس تشوفك عليها او الصوره بتاعتك اللي غصب عنك طلعت واللي كتير قوي ساهموا من اصحابك. فهو انا مش عايز اخش في مرحله دوز اند دونتس وحرب معاهم، لا، انا عايز ان انا اساعدهم يجتازوا وينجحوا في هذا الواقع الافتراضي. بس الميتافيرس حاجه مختلفه، هو واقع افتراضي افتراضي ملوش اي علاقه بالواقع. برضك انا عايز اتكلم بقى على الميتافيرس. اولا الميتافيرس بسطها برضو للست البسيطه اللي بتسمعنا. الميتافيرس هو هتخش بقى واقع كامل، لكن هو انا مش هقدر اعيش فيه اكتر من 4 ساعات في اليوم. شوف انا بقعد على السوشيال ميديا 8 ساعات. لكن اولا الميتافيرس بيستهلك كهرباء جامده جدا، يعني السيرفرات اللي تشتغل عليه عشان تديني الواقع الافتراضي دوت بيستهلك كهرباء رهيبه، يعني ممكن دقيقه واحده من الميتافيرس تكفي كهرباء لاناره منزل في قريه لمده اسبوع. فبالتالي هو وعد جميل لم يتحقق بعد. ولما هيتحقق خلي بالكم ان موضوع التكنولوجيا ده كله اللي احنا لسه في طفوله هذه الحضاره، احنا قلنا عندنا حضاره زراعيه صناعيه وبعدين حضاره الرقميه ديت هي لسه في طفولتها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي طب مين البوليس اللي يقدر يعالج لنا المشاكل دي؟ مين الدكاتره اللي ممكن يخشوا جوه اللعبه ويخاطبوا الناس دي؟ احنا لسه في طفوله هذه الحضاره. فبالتالي قواعد اللي فيها الصح من الغلط هو احنا لسه بنتحسس الطريق. ربما من سوء حظنا لا اعلم ان احنا جايين في الطلعه دي في الموجه دي. تخيل ان في خلال 5-6 سنين مع قيام، يعني النهارده بيقولوا دايما على الميتافيرس لا ده ضروري يبقى له بوليس ويبقى له قواعد و و و مش زي اللي حصل فينا في السوشيال ميديا. احنا اتعلمنا من السوشيال ميديا واتبهدلنا، يعني انا بقول في قوانين وفي مباحث انترنت بالظبط، ضروري يبقى في قوانين حاكمه صارمه عشان تمنع الضرر تمام. طب دي حته المسؤوليه بقى هنا من الدوله، هنا الامهات يا صموة تعمل ايه؟ انت بتجددي المعلومه عندك ازاي عشان تتابعي كل اللي بيحصل ده وداخلين على ميتافيرس والكلام هو انا بجدد المعلومه اللي انا ابقى عارفه ايه اللي بيحصل حواليا، بتفرج معاهم. يعني انا هي الحاجات ممكن تبقى بالنسبه لي حاجات مثلا مش مناسبه ليا او هيفه، بس بقعد اتفرج معاهم واشوف بيشوفوا ايه واتفاعل معاهم ونضحك ونهزر فعلا بيعرفوكي حاجات غريبه عليكي جديده. في حاجات انا بتصدم لما بعرفها. ما بيخافوش؟ لأن انا متفقه معاهم ان هم، وخصوصا ابني الكبير يوسف متفقه معاه ان حتى لو في حاجه غلط تعالى قول لي. برافو عليك. لا ما فيش عقاب. انا خلاص عرفت وسكت وببتدي ادي النصيحه. لكن لو انا عرفت من بره لا الموضوع هيبقى مختلف، هيبقى في عقاب وهيبقى في تصرف تاني. لكن انت بتتبعي صواب عقاب ولا التربيه الحديثه بقى ونتكلم؟ لا لا انا ماليش في التربيه في الحديثه خالص. طب يعني لما بتغلطوا بتعملي ايه صمت؟ زمان كنت ممكن في عقاب في ضرب، بس حاليا هم كبروا خلاص ما عادش ينفع. تشتغلي؟ انا مدرسه. طب هي ما اعتقد ده هيحيوكي على الصفحه يا امام، بيقولها ميس سمر يعني في وقت طويل ما بتقعديش زيك زي اي امراه عامله، يعني ما فيش ست تيجي تقول لك والله اصل انا مش فاضي اقعد اتكلم معاهم عشان انا بشتغل. ما هي سمر بتشتغل ومع ذلك عارفه تتواصل معاهم. لا بتكلم معاهم على طول ساعدك اكتر كمان، وكمان بييجوا ياخدوا رايي في حاجات بيشوفوها بتبقى حاجات ممكن اي طفل ممكن يخاف يتكلم مع مامته فيها.
لكن لا انا هو ده طوق النجاة الوحيد. فعلا لان ما فيش غير كده. اما اللي احنا نقهرهم ولا وما تعملش ما يعملوا برضه ما انا مش معاته لليوم. صحيح. طيب صحيح دكتور ايهاب عايز اسال حضرتك حاجه. في راي بيقول لو عرفنا نعمل توقيت ونسحب مساحات من وقت ابنائنا على النت والسوشيال ميديا هحسوا بعد شويه بالغربه والانعزال. لو عملنا توقيت تقنين يعني للمواعيد هيحسوا بالغربة. طب خليني بقى اقول حاجه في دي حاجه قبلها بس. شيخ السلوكيين عندنا اسمه الدكتور جون واتسون، ده راجل توفاه الله من زمان. أيوه. بس حط فاكت كده مهم قوي، قال جيبوا لي يا ده الوجه السلوكي. انت عارفه في بيئه وفي وراثه طبعا، فهو السلوكيات في رايه مبنيه على البيئه مش على الوراثه. فقال لك جيبوا لي 10 اطفال، اي 10 اطفال، وانا في خلال سنتين ثلاثه هختار عشوائي كده، هعمل من ده مدرس وهعمل من ده فنان وهعمل من ده حرامي وهعمل من ده دكتور. انا قادر تماما بصرف النظر عن ميول الاطفال وعن وراثتهم انا اقدر. الحته الايجابيه في الموضوع ده ان احنا نقدر، نحن نستطيع ان احنا يعني عايز اوصل لمها معلومه ان لا انت تقدر برغم هجوم التكنولوجيا الفظيع اللي بيضايق ده، لا احنا نقدر نعمل. والعيال قابله خامه سبحان الله، ربنا خلقها قابله للتغيير. ايوه نقطه الغربه، ما هو انت لو انت ما ملتش الفراغ. العزال ده سببين، حاجه جواك وحاجه حواليك. اللي جواك لو انت طبيعي، في الاطفال انواع والاشخاص انواع. في اشخاص فعلا يميلون الى الذاتويه او الانعزاليه او الانطوائيه او الانسحابيه، وفي ناس لا بالعكس ربنا خلقها سوشيال يعني عندهم الملكه دي. بس كمان الظروف تكذب او تصدق هذا. لو انت بقى في بيت ام قاعده والاب بيشتغل طول النهار ومفيش قدامنا غير الجهاز وما عنديش اي حاجه اعملها فعلا بدائل، وانا شخصيتي طبيعتها كده، هينقض عليك الاغتراب ده بصوره واضحه جدا. أيوة. يعني اسوأ سيناريو ان الولد يكون عنده جينات الالينيشن او الاغتراب والام صموته والاب مش موجود والجهاز هيفترسه يا باشمهندس مصطفى، هيفترس اللي عنده. بس يا دكتور طبيعه البني ادم اللي ربنا خلقه عليها، يعني نفتكر كلنا واحنا اطفال. أيوة. كنا بنفرح قوي لما يبقى جاي لنا ضيوف بالظبط، لانه شكل من اشكال التواصل، او عندنا عيد ميلاد او عندنا فرح. دلوقتي الانسان اتخلق كده طبيعي. دلوقتي انت لما بيجي ضيوف يعني ماما ونبي ما تندهليش يا ماما انا هخش جوه. أيوة. العكس وزياره الاسره الفاميلي دي لا مش جاي معاكم، مش جاي معاكم عشان الانترنت عند تيتا مش كويس. فرح ايه؟ فرح ايه؟ وعايز ايه بتاع كلام فارغ ده. فالطفل عايز او المراهق عايز او الشخص عايز دلوقتي ان هو يقعد يستفيد بالداتا اللي بيتفرج عليها دي ويمزق نفسه، ولا انه يضطر يخش في تحديات اجتماعيه. يعني احنا عشان نعرف نتكلم ويبقى عندنا مهارات اجتماعيه ونتكلم حلو احنا عايزين نحتك بالناس. طب انت كل ما داخلين في دايره مغلقه، كل ما ما تحتكش لغتك تبقى مش حلوه والسكيلز بتاعتك اقل. صحيح. فتنهار قيمك يعني مهاراتك الاجتماعيه. تيجي بقى تلعب مع الاطفال مش عارف تلعب، جاي يتهرج بقى رحت زقه موقعه. ده اللي بنشوفه في المدارس، يقول لك ده الواد ده عدواني. هو مش عدواني، هو مش عارف يلعب. انت مش عارف تلعب ليه؟ لان هو ما مارسش، ما اتدربش على اللعب. هو خلاص البتاع ده كده اختزل كل حياته جوه دي. فزي ما انت بتقولي يا ايمان لازم فين يعني القطه العاميه، الكراسي الموسيقيه، فتح يا ورده في امسك ايه ده. ومهما كان يا دكتور ايهاب المحتوى كويس اللي هو بيشوفه طبعاً. هو عباره عن مدخلات عماله تدخل، لكن انا ما اختبرتش نفسي في المخرجات بقى. انا اجي اطبق بقى اللي انا شفته ده مفيش، ببقى عطلانه مش هعرف لان ما عنديش الطريقه والنو هاو بتاعها. انا عايز اعرف من حضرتك حاجه، التطور اللي طرأ على العقل البشري من اول، يعني زمان كنت اسمع ان العرب كانوا بيحفظوا 1000 بيت مجرد ما حد يقرا شعر فبيحفظوا 1000 بيت من الشعر. النهارده العيل مش عارف يحفظ سطرين. حقيقي. يقولك لا عيديهم تاني. ايه يا جماعه القصور ده؟ طب بنتكلم على ثوره صناعيه ثم ثوره تكنولوجيه، والنهارده بنتكلم عن ثوره رقميه، وبنتكلم على الذكاء الاصطناعي. في المراحل دي ايه اللي طرأ على العقل البشري؟ ايه التغير؟ كويس برضه السؤال ده قوي، يعني لانه فعلا طرأ في تغييرات، طرأت في التركيب التشريحي بتاع المخ اللي بيسموه السايكوفيسيولوجي بتاعته. احد علماء الكليات في الجامعات الامريكيه كليات الطب قال انه الاطفال دلوقتي من كتر ما بيتفرجوا على الترندات والابلكيشنز والجيمز وكده، تفرعات الخليه العصبيه هي وحده المخ، الخليه العصبيه تفرعاتها بقت كتيره قوي 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 قوي، مما ادى الى تشتت الموجات. ولذلك دلوقتي ممكن نشوف الادلت او السينايل او الشخص الشيخ الهرم انتوا بتقولوا عليه عنده الزهايمر او فقد الذاكره، لا على فكره ده هو عشان ما عندوش التفرعات دي كلها بقت كل الداتا ما بينشطهاش، فبقى فوكست قوي.
صح. لذلك احنا يعني عكس ما يشيع بين الناس صحيح. يقول لك لا 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 الولد ده مركز، ده راجل كبير. لا على فكره طبعا، بالذات كمان كما قيل في ذكر القران، طبعا تلاوه القران المستمره بتساعد على تقويه الاعصاب. بس اللي انا عايز اقوله انه هو المخ البشري كسايز وكتركيب اختلف فعلا. يمكن الساعه الرامات بتاعه المخ الطفل كبرت قوي، لكن برضو في تشتت نتيجه للتفرعات الكتيره. الكبير راماته قد تكون اقل بس مركزه. فهو بيقول له يا ابني، حتى لو اتفرج على 6-7 ريلز ولا بتاع، يا ابني صح كذا غلط كذا. مركز. دكتور ايهاب احنا بنشكرك، مهندس مصطفى واستاذه سمر بنشكركم. طبعا ملف كبير وملف مهم جدا، ولسه هنتكلم فيه اكتر واكتر الفتره الجايه. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا. استنوا.